لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع لعنهم. هذا نحن نصر على خط البراءة، خط الولاء، خط الفرز بين الحق والباطل. لا يمكن لك أن تعرف الأبيض إذا ما عرفت الأسود، لا يمكن لك أن تميز الأبيض إذا لم تميز الأسود، لا يمكن لك أن تعرف مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحقهم إذا لم تعرف باطل أعدائهم. هذا ينبني على ذاك. إذا هذه الأمة لم تعرف ولم تكتشف حقيقة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه، فإنها لن تعرف حق علي وأبناء علي المعصومين أبدا. أنا ناقشت أفراد مشايخ صوفية كبار كانوا أئمة طرق، عندهم زعماء طرق، ناقشت بعضهم يقول لي نحن أصلا لا نختلف معكم على شيء مما تقولونه في فضائل أهل البيت ومقاماتهم، ما نختلف. حتى واحد منهم قال لي أنه أنتم تقولون في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، صحيح؟ تعرف أنا ماذا أقول؟ أنا أقول أشهد أن عليا سيد أولياء الله. إذا أنت تقول أشهد أن عليا ولي الله، قلت له تقول بعصمتهم؟ يقول أقول بعصمتهم كلهم، إلى إما كلهم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أفضل من أبي بكر وعمر؟ قال لي أفضل من أبي بكر وعمر. قال أصلا أصغر واحد من أهل البيت أعلى من أعلى صحابي. هذا نص كلام، ما يختلف معك الخلاف. قال نختلف معكم على مسألة واحدة، رفض أبي بكر وعمر. ليش ترفضون أبي بكر وعمر؟ أنتوا رافضة، إحنا مرافض، وإلا في قضية الولاية نتولى أهل البيت ونقر بمقاماتهم. أصلا حتى قال لي نظرية لطيفة اللي أنا شوي كتمت ضحكتي، أنه قال أصلا نحن نعتقد اللي هذا ناقشته في هذه المسألة، أنه من الخليفة بعد رسول الله؟ قال علي. قلت له الله أكبر، إذا كان علي فإذا أبو بكر يكون خليفة منتحلا، إذا هو ظالم، إذا هو في النار، قضية واضحة. قال لا حاشا وكلا، أنتم ما تعرفون الحقائق. قلت له شلون؟ قال أبو بكر خليفة الظاهر وعلي خليفة الباطن، وكان أبو بكر يأتمر بأمر علي وكذلك عمر، ولهذا أبو بكر وعمر كانا يقولان لولا علي لهلك أبو بكر وعمر. لعن الله عمر للضلع هو الكسر، لعن الله للضلع.